كده الكاميرا مظبوطة؟ أتمنى إن كده الكاميرا تكون مظبوطة. هاي، هلو، أي حد معرفنيش، شيماء مجدي. هاي، يا رب تكون بخير، يا رب تكون أحوالكم كلها طيبة بإذن الله. أنا قررت أعمل فيديو تابع لأشهر فيديو عندي ما بعد التكليف. انا اخر حاجة عملتها كان عن الصيدلة الاكلينيكية في مصر، كنت لسه فريش جراد يعني متخرجة ببكالوريوس كلينيكال فارماسي، اتدربت في حتت كتير الحمد لله، اتدربت كويس يعني. التكليف بقى جالي سنة 21، يعني من 20 لـ21 بالظبط. بالظبط استلمت العمل في شهر 6 او اواخر 6 2021. التكليف جه لدفعتين صيدلة 2018 و2019، أنا دفعت 2018 وبس. ويعني وفعلا اتكلفت كلينيكال فارماسي. عادة الكلينيكال فارماسي نظامه بيبقى على حسب المستشفى والمكان اللي انت اتعينت فيه. أنا كنت مختارة معهد قومي الأورام، كان أول رغبة عندي يعني، حاجة لا تصدق، بس أنا كنت مختارة بصراحة المعهد. كنت اوريدي متدربة فيه فترة كويسة 3 شهور، فكنت عارفة نظام الشغل وكنت عارفة ناس فيه وهكذا، فكان بالنسبة لي مكان مألوف. انا اوريدي عندي فيه experience، كان حلو ان انا اروح اكمل فيه يعني. بالفعل لما روحت هناك يعني فترة التدريب بتاعتي اتاخد بيها كان في ناس فاكريني، وكملت بقى حاجة اسمها الروتيشن بتاعت الفارماسيست في المستشفى. يعني حاجة دخلت عليها الميكسنج، ال IV admixture room دي بتحضر antibiotics مضادات حيوي وكيموثيرابي، اي ادوية كيماوي يعني، سواء يعني حاجة بسيطة حاجة مناعية supportive and so on، او hormonal therapy حتى، كل ما يخص الكيموثيرابي يعني، كل ما يخص ال oncology therapy وبس. يعني اتدربت مثلا حوالي سنة في المكانين دول في أوضة التحضير لحد ما اكتسبت خبرة التحضير، عرفت كل ما يلزم الشغل هناك، ال IV mixing and so on، الأدوية اللي احنا بنشتغل فيها وهكذا. طلعت بقى من المكان دوت، رحت لصيدليات الصرف. المعهد القومي الأورام أكبر institution أورام ممكن تبقى موجودة في مصر، منها بيتوزع منها دكاترة كتير جدا لأي أماكن تانية خاصة، سواء بعيد أو سواء جوه القاهرة وتفر، يعني أكبر مكان تم تأسيسه وتوزع منه حتت كتيرة جدا. ضغط الشغل فيه عالي جدا، قائم بذاته تقريبا. يعني أعتقد من فترة قريبة من كام سنة البريست كانسر انفصل عن معهد أورام بتاع فم الخليج وبقى في التجمع، فاللي موجود دلوقتي فم الخليج اللي أنا فيه القصر العيني يعني، صحيح بيعالج بطنة وأطفال، بس بريست كانسر لوحده في التجمع وبس. فهو قام بذاته بصيدليات الصرف بتاعته، كل ما يخص البيشنتس أورام، سواء ناس مثلا ليها جهة تأمين فبنسميهم بيشنتس تأمين، أو ناس مجاني، ناس بسيطة جدا مفيش أي حاجة بتأمن عليهم فداخلين يعني رط الصرف اللي تبع المجاني، يعني الحاجات اللي هي تبع التبرعات وكده. فروحت بقى صيدليات الصرف، وكان اول صيدلية صرف روحتها كان حاجة اسمها صيدلية الالم pain management، يعني هي المفروض اسمها الالم عشان pain management clinics والفارماسي التابعة ليها. البيشنتس كلها بتعدي على كلينك الاول، الدكاترة الفيزيشنز، وبعد كده بيعدوا علينا في الصيدلية يصرفوا العلاج. حرفيا كل اللي كنت بصرفه كان عبارة عن مسكنات ومخدرات، الترامادول ده كان اقل حاجة في الصيدلية، فنتانيل كان من اعلى حاجات اللي في الصيدليه، كنا بنصرفها بقى باتشز اند سو اون، كل انواع المخدر اللي ممكن تيجي في دماغك. كان في ترامادول امبولز اي ام واي في، ترامادول روس بتركيزات كتيره جدا، الفنتانيل زي ما اتكلمت، المورفين طبعا بسولتس مختلفه يعني، وهكذا. يعني كان بقى يعني شغل صرف بحت، بنستلم عهدة، بنشوف الصيدلية ناقصها ايه وبنجيبها من المخزن، بنصرف لناس، بنخلص ورق تأمين وهكذا، عشان كنت
في صيدلية التأمين، زي ما قلت البيشنتس اللي بيدخلوا عندنا بيبقوا تبع جهتين، يا اما مجاني تبع التبرعات يا اما تأمين ان في جهة مأمنة عليهم، يعني في جهة تأمين في بلدهم او في المكان اللي هم جايين منهم يعني. بس خلصت بقى صيدلية الصرف بتاعة الألم اللي هي Pain Management Pharmacy، طلعت بقى على صيدليات صرف الخارجي اللي هي الكلينكس بقى اللي هي ال Outpatient Clinics. كنت برضو تأمين كنت موعودة بالتأمين. حكاية تأمين ومجاني هرجع أقول ده موضوع بس بيختلف في سير عملية الصرف أو عملية الدفع أو عملية الاختراط والإصالات اللي بتطلع للمريض على أساس إن هو يعني بيصرف علاج وتمنه يعني. وبس دي كانت آخر بقى صيدلية روحتها اللي هي صيدلية الـ Outpatient، كانت بتصرف الأطفال وبطنة، المهم إن هما الاتنين يبقوا تأمين يعني. كنا بنصرف بقى كل حاجة supportive ممكن تيجي في دماغكم يعني، supportive وكيموثيرابي الاتنين. كيموثيرابي بقى الأقراص اللي هما التابلتس اللي هي الحاجات اللي مش بتتحضر في الـ IV Admixture Room، كان بيتصرف للبيشنتس عادي برضو، بيعدوا على العيادات الاوت بيشنتس، بيتكتب في التذكره باي ذا فيزيشن العلاج اللي المفروض يتصرف، بتجي لنا احنا في الصيدليه وعلى الاساس ده بيتم صرف العلاج. دي كانت اخر الصيدليه عدت عليها. طول سايكل الصرف انت بتتعامل مع التذاكر، بتتعلم ازاي تقرا التذاكر، بتعدي بقى على كل الثيرابيز اللي ممكن تكون بتتكتب في different cases. الموضوع بيبقى متشعب جدا وضغط شغل عالي جدا، بس الغرض ان انت بتتعلم ازاي تقرا تذكره، بتتعلم ازاي تقرا تذكره، بتعرف تبص على ايه، بتعرف تعمل patient education وقت الصرف. طبعا دي حاجه هتحتاج منك انت المجهود خاص ان انت تعلم نفسك ان انت تقرا عن الدواء ايه هو ال patient education اللي بتتعبه. مش دايما هتلاقي ناس يعني بتقول لك المعلومات دي كلها، فانت لازم تجتهد على نفسك شويه، تسأل، تشوف حد قديم شاطر ترجع له whatever. فده الغرض من الروت بتاعت سيادة الصرف، تبقى عارف ايه هي الاصناف الموجودة، طريقة قراية التذكرة، patient education اللي بيبقى associated مع الثيرابيز in general سواء supportive او chemotherapy and so on يعني. وزي تتعلم يعني تتعلم ازاي تتعامل مع patient. عادة ال oncology patients بيبقوا محتاجين معاملة خاصة، ده غير ان معظمهم ممكن يبقوا simple minded شوية على حسب الفئة اللي بتتعامل معاها يعني. الواحد بيتعامل مع ناس على قدر عقولها ولازم يبقى صبور، انت بتشرح لهم حاجة صعبة جدا وحالتهم مش سهلة يعني، هم اوريدي نفسيا بيبقوا متأزمين، فانت عشان توصل لهم المعلومة دي لازم تبقى صبور، تعيدها مرة واثنين وثلاثة، متسامح لو حسيت ان هو حد فيهم متضايق وغضبان وازاي واقف في الطابور وازاي ده كله، دي كل حاجة طبيعية جدا. دورك كدكتور صيدلي مش بس كدكتور بشري او فيزيشن، كدكتور صيدلي انت لازم تبقى مقدر حالة البيشنت يعني شغلانة محتاجة رأفة، محتاجة تسامح شوية. بعد بقى ما خلصت الروتة دي كان تقريبا عدى عليا سنة، سنة وكم شهر مثلا، سنة سنة ونص ممكن او اقل. ساعتها بقى طلعت كلينيكال، طلعت كلينيكال، والقسم اللي كان فيه بوزيشن يعني هو كان قسم اطفال، بيدياتريك اونكولوجي. بيدياتريك اونكولوجي فيه اوت بيشنت وفيه منها ان بيشنت. انا بالظبط دخلت الان بيشنت كلينيكال فارماسي بتاعت بيدياتريك اونكولوجي وبس. ومثلا تقريبا داخله على سنه دلوقتي في الكلينيكال فارماسي، فهو الفيديو ده جاي متاخر جدا، جاي بعد التكليف بكتير. انا اخر مره اتكلمت عن التكليف في فيديو وكنت بقول انها لسه هتكلف، انا دلوقتي جاي بعد التكليف بسنتين مثلا يعني، او بالاصح هتم السنتين في اواخر شهر 6 2023 بالظبط يعني، منهم تقريبا سنه كلينيكال فارماسي يعني. ف صحيح الواحد قدامه كتير يتعلم، ودايما بيبقى عنده الباشن انه يتعلم مادام بيحب شغله وبيحب يساعد الناس، اهم من اي حاجة تانية. بس بتجمع خبرة لحد ما مش سيئة يعني، طول ما انت مهتم ان انت تركز وتعرف وتسأل وكده بيبقى عندك خبرة لا بأس بيها يعني، ممكن تبقى اساس كويس بتبني عليه. فمش عارفه بقى اتكلم عن تفاصيل الجوب ديسكريبشن والجوب ريكويرمنتس اند سو اون، او انا بعمل ايه في يومي مثلا، يومي بيمشي ازاي كبيدياتريك اونكولوجي كلينيكال فارماسيست في فيديو تاني، ولا اتكلم عليها دلوقتي. بس
honestly الانكولوجي من الفيلدز اللي بتحتاج كلينيكال فارماسيست. الكلينيكال فارماسيست ان جنرال اهم وظيفة ليه ان هو يقلل من الميديكيشن ايرورز ويعمل اوبتمايزيشن للتريتمنت بتاعت البيشنت ده ان جنرال. فما بالك بقى لو اورام، اورام عادة الفيزيشنز الريزيدنت فيزيشنز بيبقى فوقيهم مدرس مساعد وبيبقى فوقيهم استشاري. الريزيدنت فيزيشن هو اللي بيبقى almost 24/7 موجود في الدور، هو اللي بيبقى متابع البيشنت اكتر حاجة، بيبقى لودد جدا بالدايجنوستكس، يعني هو بيبقى عليه لود كفاية ان هو لازم يتابع البيشنتس فيزيكالي واكزامينيشنز وتستس واشعة وكل الورك اب اللي بيبقى مطلوب عشان يوصلوا الدايجنوز الصحيح. ومن هنا مثلا بيبتدي يتابع مع اللي فوقيه مدرس مساعد، ومدرس مساعد مثلا ينصح الفيزيشن يكلم الاستشاري في ايه. فالفيزيشن عادة هو اللي بيبقى اللي متابع حالة المريض معظم الوقت. الثيرابي بقى والثيرابيوتكس بتبقى لود تاني، فلما يتوزع على شخص تاني بنسميه كلينيكال فارماسيست، الحمل على الفيزيشن بيقل. فانا بحس ان هي حاجه مش بتقلل من الكلينيكال فارماسيست لما اقول ان انت بتبقى عامل زي ايد اليمين، انت بتساعده، مش حاجه بتقلل من دورك او ده انت مالكش دور مثلا، دي حاجه بتساعد ان احسن رعايه توصل للبيشنت. طبعا بيبقى ليك your own position your own job، بيبقى ليك your own tasks انت محتاج تتبعها انت محتاج تخلصها your own مش عايزه اقول clinical judgment لان دايما ال upper clinical judgment هيبقى مع ال physician وال MD وكده، بس بيبقى ليك your own judgment. ممكن نخليها therapeutic judgment، دي بتبقى seriously يعني معاك، ممكن تبقى احسن مع physician مثلا. زي ما قلت انت دايما هتبقى الدراج اكسبرت في الدور، انت اللي هتقرا بروتوكولات اكتر حاجه، انت اللي هتقرا مونوجرافس اكتر حاجه، انت اللي هتقرا عن الدواء واستخداماته اكتر حاجه، انت اللي هتبقى ملم بالدوزجز، وانت اللي هتبقى ملم بالانتراكشنز، انت اللي هتبقى ملم بحاجات كتير. و يعني وجزء من يور جوب ان انت تمر على البيشنتس، تراجع الميديكيشنز اللي معاهم، تراجع الميديكيشنز اللي هم بياخدوها. لو الميديكيشنز تبقى في ايد التمريض انت برضو مسؤول ان انت تراجعها مع التمريض، الادمنستريشن الدوزج الريجيمن whatever is related للدرج. فدي حاجه بتبقى حاجه مهمه جدا. وجزء تاني من المرور غير ان انت بتراجع عن الميديكيشنز ان انت بتمر على البيشنت من ناحيه سايد افكتس ممكن تظهر، يا اما مع كيموثيرابي يا اما مع ادويه هو بياخدها، يا اما مثلا supportive patients عادة in oncology بيبقوا المناعة بتاعتهم واقعة، ممكن يظهر معاهم focuses of infection وارد جدا ان هي تظهر. فكون انت مثلا بتمر عليه وبتسأله في ترجيع في اسهال في امساك، وبتشرح معنى كمان انت مش بتسأله سؤال دايركت يعني، بس يعني انا بقولها كده للتبسيط، يعني انت بتسأل على اي اعراض ممكن تدلك على اي نوع من انواع الانفكشن اللي وارد تبقى انديكيشن وهتحتاج لها ميديكيشن. حاجات السبورتيف دي برضو ممكن تبقى في ايديك. بس كدايجنوستكس بقى انت كل المطلوب ان انت تفهمه عشان ما تبقاش زي البطيخه في الدور، يعني ما تبقاش زي البطيخه وانت بتكلم الدكتور وانت بتكلم الاستشاري وانت بتقرا التذكره. يعني حاجه حلوه ان انت تبقى فاهم، نوليدج از باور. فحتى لو الدياجنوستكس دي انت عمرك ما هتعمل الورك اب بتاعها، انت عمرك مثلا هتسال ده اتعمل له لا، بس انت تبقى فاهم اللي ضروري يبقى موجود او معمول للبيشنت ده، الريزلت بتاعته تبقى فاهمها، تبقى ملم بال important data المتعلقه بالدياجنوستكس بتاع البيشنت. As I said knowledge is power، ده هيخليك مركز اكتر في كيس، يعني فاهم فيها اكتر. بس يعني ده كده باختصار، ممكن ابقى اعمل فيديو تاني مفصل اكتر، واحد اتنين تلاتة انا بعمل ايه في اليوم، يومي بيبتدي ازاي. بس يعني ده كده basically as pediatric oncology clinical pharmacist inpatient. يعني انا بحس ان my job بيبقى هو ده محوره. يعني tell me لو عاوزين تعرفوا اكتر about my job، يعني مش عارفة برضو حسيت ان ناس كتير قالي عاوزة تعرف عن clinical pharmacy،
معناها مش جديدة، بس هي نسبيا جديدة clinical pharmacy، ف I think that's why ناس كتير قوي مش عارفة عنها، أو ناس كتير قوي بتبقى دايما حابة تعرف عنها. أعتقد مؤخرا جامعة القاهرة بقت تقدم الفارم دي included مع البكالوريوس، بقى يزودوا سنة امتياز تقريبا، أو السنة العملي بقى يضموها مع ال5 سنين اللي بتبقى already موجودة في clinical pharmacy program. دي حاجة ظريفة طبعا، كل حاجة بتمنها، بس I think ان هي حاجة ظريفة بتساعدك اكتر ان انت تبقى فارم دي دكتور اوف فارماسي، اقرب اللي انت محتاجه as experience and knowledge لما فعلا تيجي تشتغل يعني in the field. بس شكرا ليكو، اتمنى ان انا ارجع بفيديو تاني، عندي افكار كتيرة جدا، so I hope فعلا ان انا ما اتأخرش يعني، و tell me لو عاوزين تعرفوا about clinical pharmacy اكتر.